مرحبا بحضراتكم مره تانية. والفقره دي هنتكلم فيها عن التاهيل البدني. التاهيل البدني مفروض ان هو جزء ما بيتجزأش من الحياه الرياضيه، وكمان مهم جدا لغير الرياضيين اللي هو زي حالتنا. يعني ما نقدرش او ما ينفعش تروح الجيم وتتدرب كده تدريبات عشوائيه وقويه جدا وتكون انت اصلا مش قادر، او هي بتكون اقوى من قدرتك العضليه، لكن ممكن ان انت تتدرب وفقا لبرنامج محدد بيعلي من قدراتك العضليه، وبالتالي ده اللي بيتابع من فتره لما احنا كنا بنشوف في الرياضات القتاليه وغيرها. على كل حال هنفهم اكتر ونسال كل الاسئله اللي ممكن من خلالها نستفيد من كابتن احمد رفيق المؤهل البدني للرياضيين. يا صباح الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك. سعداء بوجودك معانا، وعايزين نبتدي مع حضرتك بالسؤال عن اهميه التاهيل البدني عموما، سواء للشخص الرياضي او حتى غير الرياضي. تمام، طيب خلينا نبدا الاول من الشخص الغير رياضي. تمام، هو الجسم او هو عباره عن المكنه اللي بتحركني، يعني العضلات هي عباره عن الماشين بتاعه الجسم. فكل لما تكون الماشين بتاعتي قويه، كل لما اطلب منها ايفورت قوي، كل ما يديني الايفورت اللي انا عايزه بدون ما اتعب. تمام، العضلات، طب ايه اللي بيحرك العضلات؟ الاعصاب. تمام، طيب العصب هو بياخد الاشاره من المخ فبيوصلها للعضله. تمام، فلازم يكون بيشتغل برضو بطريقه قويه، او بطريقه بكواليتي كويسه. ليه؟ عشان برضو يعني الموضوع ما يبقاش عليه اجهاد. تمام، لما القصه دي يعني لما يتدرب مثلا تمرينات اكبر من قدراته، ده اللي انت عايز تقوله بالظبط. اوكي، فالموضوع بيبقى اجهاد على الاعصاب. تمام، الاعصاب بتتعب، فبالتالي العضلات خلاص يعني ما بيوصلهاش الاشاره بطريقه او السيجنال بطريقه كويسه، فبيضطر ان هي بتتعب وخلاص ونقف. وبياخد فتره بقى علشان مثلا علاج طبيعي او حاجات زي كده؟ مش علاج طبيعي، هو بياخد فتره استشفاء. تمام، لحد ما برضو يحصل العضله ترجع لكفاءتها تاني. ما هو الفكرة بقى إن يعني دي طبعا لو حصلت المشاكل دي حصلت للرياضيين تبقى كارثية، لأن دول المفروض عندهم برضو خبرة، لكن هي ممكن تحصل لناس عاديين زينا اللي بيبقى متحمس في البداية كده إنه يروح يتمرن، فبيشد على نفسه وعلى العضلات بشكل كبير، فده بقى أعتقد نتائجه بتبقى وحشة جدا عليه. بيحصل كتير قوي على فكرة اللي نهاوند بتقوله ده. ما هو الفكرة إن إحنا بنخش متحمسين قوي. تمام، فنروح الجيم نضغط على نفسنا جامد، فبيحصل عمليه تشوك. ليه؟ لان احنا مش مؤهلين ان احنا نعمل المجهود ده، او عضلاتنا مش مؤهله ان هي تعمل المجهود ده. فاللي بيحصل ان احنا بنروح الجيم نتمرن تمرينه عنيفه شويه احنا مش بتاعتنا او مش مؤهلين ليها، فممكن نقعد عليها او نريح عليها فترة كبيرة. اللي انت بتقوله ده كابتن يلزم له تنسيق مع مدرب، لان انا هعرف منين مثلا لو هنتكلم على مثلا تفصيلة الاحماء. تمام، انا هعرف منين ان انا كده عملت تسخين كافي فادخل ابتدي اتمرن، واعرف منين ان التمرين اللي انا بصدده ده، وخصوصا الناس اللي هم مش لعيبه او مش محترفين بتبقى واخدهم الجلاله. دي النقطه اللي كانت نهاوند بتتكلم عليها من شويه، فكره ان انت تروح الجيم وانت مش مدرك متحمسين. وانا مثلا ببقى فاهم ان انا كل ما اشيل فكده تمام، طب انا ممكن يعني اضر نفسي. اعرف منين؟ هو الفكره ان لازم ستوب باي ستيب. تمام، في تكنيشن من التمرين اسمه ستاتيك بوزيشننج، اللي هو انا ممكن اقوي العضله بدون ما احركها او بدون ما اجهدها. تمام، ده يعني من وجهه نظر انا المفروض ابدا بيه. تمام، ابدا ادي تنبيه للعضلات الجسم وتنبيه للاعصاب ان انا هخش على دايناميك او انا هحرك العضله. تمام، بطريقه مستمره، فابدا بيه واحده واحده. تمام، هو ده يعني ده من وجهه نظري اللي ممكن نبدا بيه. بعد كده واحده واحده نبدا نعمل دايناميك اللي هي الحركه اللي هي العاديه، اللي هو بويت عادي ابدا اعمل احرك العضلات. قصه الاستاتيك مفيده لايه؟ هي بتشغل بنسبه كبيره الاعصاب. ليه؟ انا بشد العضله، بعمل تنشن للعضله بدون ما احركها. تمام، فاللي بيحصل ايه؟ ان السيجنال من المخ بتروح للعضله، فالمفروض ان هي
يعني بتبقى انقباض وانبساط، تمام؟ ده العادي يعني انقباض وانبساط، تمام؟ فبتفضل العضله منقبضه، فبيحصل ايه؟ بيحصل تنشن للمخ ان ليه العضله ثابته يعني شاده ما مش منبسطه يعني، تمام؟ فبيفضل السيجنال تروح للعضله وترجع تاني تنبه المخ ان العضله لسه شاده، تمام؟ تفضل تروح وتيجي. ولذلك لو في الكواليتي بتاعت السيجنال دي مش قويه او مش كويسه، بلاقي ايديا او العضله بترتعش. دي بتحصل على فكره اوقات، انا فعلا بتحصل لي اوقات. فبلاقيها بترتعش ليه؟ لان السيجنال فيها حاجه، يعني السيجنال بتاعت العضله دي بالذات، بتاعت الانجل دي بالذات، عايزه تقوى او عايزه انديورنس، عايزه تبقى فيها نسبه تحمل، تمام؟ بنفضل نمرنها لحد ما نسبه التحمل فيها تبقى كويسه، وبعد كده نبدا نخش ستاتيك. لما اخش ستاتيك، لما يعني انا جربتها او اشتغلت مع لعيب تنس، تمام؟ اشتغلت له ستاتيك فتره، تمام؟ معلش برضو عايزين نوضح المقصود بكلمه ستاتيك هنا ايه؟ ستاتيك اللي هي بشد عضلاتي، بفضل شاددها، تمام؟ وما ما بسيبهاش لفتره معينه. بس الفكره في حاجه، ان انا لما اشد العضله انا لازم اوصلها اكسجين، لازم اتنفس بطريقه صح عشان العضله ما تبص، او ما يحصلليش مشاكل في القلب، او ما يحصلش مشاكل في الرئه، ما يحصلليش حاجه في الفايتال اورجانز من جوه. لازم اوصل اكسجين بنسبه كافيه للجسم عشان كل ده يشتغل والعضله تستفيد، تمام؟ دي حاجه مهمه. اكمل حضرتك، كنت شغال مع لعيب تنس، هو كان عنده مشكله في مشكله بسبب الفتنس اللي عنده كان قليل، وكان بيبذل مجهود جامد في الملعب، فحصل له مشكله في ركبته وفي ظهره، تمام؟ فحد نصحه ان هو خلاص يعني مش هينفع يتحرك تاني، وهو ده يعني هو كلامه صح. فبدات معاه اشتغل ستاتيك بوزيشننج على جميع جسمه، تمام؟ بعد فتره شهرين او حاجه كده، بدأنا ننزل الملعب. خلاص اكتشفت ان الرياكشن بتاعه بدأ يبقى سريع جدا. ليه؟ السيجنال بتروح من المخ للعضله سريعه جدا، فسرعه ضرب سرعه ايده في ضرب الكوره لقيتها سريعه جدا، الرياكشن بتاع اللي هو يعمل ريكفر للملعب سريع جدا. انا استغربت، فبدأت يعني اعمل سيرشنج في الموضوع، لقيت فعلا الكلام ده يعني حصل. بدأت استخدمه مع ناس كتير في العاب مختلفه، لقيت برضو الرياكشن برضو بتاع الحركه بقى سريع. فبدأت اركز مع الناس اللي بره شويه، اللي هو ليه مثلا لو جينا في الكوره مثلا، ليه الناس دي رجلها سريعه؟ هما في جزء من تدريبهم بيهتموا بالحته دي، اللي هو الكواليتي بتاع العصب او اعصاب الجسم. ليه؟ لان هي اللي بتبعت الاشاره، خلاص، وبتعمل المهاره بس. طيب يعني هو موضوع علمي شويه، احنا بنحاول ان احنا نستوعب. بالظبط. بس كابتن احمد، طيب انا عندي سؤال، هل في مثلا يعني هقول مثلا الافارقه عندهم قوه بدنيه بالفطره كده قويه، هل برضو ده بيفرق في بدايه التمرينات او غيره من نوع القوه البدنيه او الشكل البدني او القدره البدنيه نفسها؟ يعني طبعا البيئه المحيطه اللي احنا بنتمرن عليها والبيئه اللي احنا عايشين بيها بتبقى ليها تأثير جامد على علينا كلعيبه او قوه التحمل. يعني الافارقه بيبقوا الجو بتاعهم او اللي هم عايشين فيه او البيئه اللي هم قاعدين فيها بتبقى قاسيه شويه، فبيبقى عندهم نسبه التحمل عالية شوية. يعني لو في منافسات مثلا بين اي رياضيين سواء من عندنا مثلا مصر او من اسيا او من افريقيا، يعني ساعتها بيكون في تدريبات يمكن مكثفه اكتر عن ان احنا ننافس حد تاني. يعني دي هي دي النقطه اللي انا بحاول افهمها. هي البيئه اللي احنا عايشين فيها بتبقى ليها عامل كبير ان احنا نوصل لمستوى معين. يعني انا مثلا لو انا
عايش في مثلا مش معايا عربيه سي مثلا تمام وبمشي كتير خلاص اكيد انا قوتي البدنيه هتبقى احسن من اللي معاه عربيه وبتحرك بعربيه كتير فوصولي للمستوى الليفل عالي هيبقى اعلى هيبقى اسرع بس ده هيسترعي زي ما نهاوند كانت بتقول يعني لو مثلا في ماتش بين في كره القدم مثلا بين منتخبنا او بين النادي الاهلي وبين فريق افريقي هل ده بيستدعي زي ما كانت فعلا هي بتسالك ان يعني ان احنا نزود في التاهيل البدني عشان يعرفوا يبقوا متكافئين مع الفريق الثاني اللي عنده قدرات استثنائيه بالمقارنه بينا هو طبعا هو 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 على حسب انت يعني انا بلعب مثلا فريق افريقي تمام اكيد ان الفريق ده هيبقى عنده قوه تحمل فهيكمل الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه بالبلد يا ابو الكباتن ساعات بتلاقي حد من اللعيبه يعني شحر مننا في الملعب وتلاقي الفريق المنافس لو بنتكلم على دول من الدول الافريقيه بتلاقيه اللهم صل على النبي ممكن يلضم ثلاث ماتشات ورا بعض عادي جدا ما عنده قوه تحمل بس انا ممكن ما العبش على التحمل انا ممكن العب على المهاره حضرتك فاهم يعني ممكن هو ممكن يجري ال 120 دقيقه تمام انا ممكن هو بالمناسبه التاهيل البدني ده لازم يتعمل للاعبين بعد فتره توقف او بعد اصابه ولا بيتعمل بشكل عام للعيبه حتى لو هم ملتزمين في التمرينات يعني هل الالتزام في التمرين والتدريبات في الالعاب الرياضيه المختلفه بيغني عن التاهيل البدني ولا ده ملوش علاقه لا هو لازم هو في فتره طبعا فتره توقف اللي هو البري سيزون ده المفروض يشتغل على جميع عضلات الجسم بصفه عامه وما بيخش السيزون ما بيخش عليها السيزون ببدا اشتغل على العضلات اللي هستخدمها في اللعبه نفسها يعني مثلا الكوره تمام ابدا اشتغل على العضلات اللي هي بتساعدني ان انا العب عضلات الرجل تمام بركز عليها وكذلك بقى بقيه الالعاب طيب انا هستاذن حضرتك بس ان احنا معانا زميلنا العزيز مينا ماهر من نادي اهلي الجزيره فرصه نعرف منه ايه الاجواء الموجوده هناك مينا صباح الفل واهلا بيك اتفضل صباح الخير يا كريم بجد تحياتي مره ثانيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان يمكن انا هنا في مجمع حمامات السباحه بفرع الجزيره يمكن خلفي خلاص بدا تدريب فرقه 2001 و2003 الووتر بولو يمكن اتكلمت مع كابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين الووتر بولو هنا في مقر النادي اللي اكد لي على ان هم جاهزين ان هم يكملوا الموسم ايضا مواليد 2001 فرقه الووتر بولو عندها نهائي بطوله الجمهوريه يوم السبت القادم في استاد القاهره الساعه 7 مع فريق هليوبلس يعني كمان عرفت ان فريق هليوبلس فاز كل المباريات وايضا فريق النادي الاهلي فاز كل المباريات وده منافس قوي جدا يعني هيلعبوا فاينل ماتش ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز ببطوله الجمهوريه. ايضا عرفت ان مواليد 2003 بيستكملوا تدريباتهم استعدادا لاستكمال بطوله الجمهوريه وايضا الفريق الاول بيستعد بقوه لاستكمال بطوله الدوري العام يمكن اتكلمت معاه انه ازاي قدروا يتواصلوا مع اللاعبين اثناء فتره توقف يعني اثناء فيروس كورونا اللي اكد لي ان كان في خبير احمال بيحط بروجرام قوي جدا للاعبين يعني يعوض غيابهم عن تدريبات الجماعيه في حمامات السباحه يمكن الموضوع صعب مختلف غير اي رياضه اخرى يمكن حمامات السباحه بالاخص لازم تدريب يومي لازم تمرينات على اعلى مستوى يوميه فطبعا لكن لازم خبير الاحمال عليه دور كبير جدا انه يعوض غياب حمام السباحه للاعبين ويخليهم في القوام والفت المطلوب لاستكمال المباريات نتمنى ان شاء الله ان فريق الووتر بولو في نهائي بطوله الجمهوريه امام هليوبلس يحقق فوز كبير جدا وان شاء الله يفرحني شكرك يا مينا شكرا جزيلا زميلنا العزيز مينا ماهر طيب احنا كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل يعني جوله سريعه لكل الاخبار بس هنرجع لحضرتك كابتن احمد ونسالك يعني لان الموضوع برضو الى حد ما ممكن يكون هرجع تاني نفس النقطه الناس اللي مش رياضيين مش واصله لهم وللاسف ناس كتيره جدا بيحصل لها مشاكل بدنيه لما بتبدا ان هي تتمرن بشكل خاطئ حتى ما بيبقوش عارفين التوقيت اللي المفروض يتمرنوا بيه هل مثلا عشان الناس برضو تستفيد دلوقتي حد مش رياضي وهيبتدي ان هو مثلا يمارس رياضه قد ايه في اليوم وفي نفس الوقت قد ايه في الاسبوع كم مره في الاسبوع طيب هو الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني على حسب انا قادر اعمل ايه تمام
هو انا يعني لازم اول حاجه نهتم بيها حاجتين عشان اطلب من جسمي ان هو يعمل ايفورت، لازم اهتم بحاجتين احنا تقريبا ما بنهتمش بيهم، الاكل كويس تمام، والنوم الكويس. يعني ايه اكل كويس نوم كويس؟ لازم اكل كل حاجه، لازم انوع في الاكل. اكل كل حاجه؟ اكل كل حاجه. ده بص على هواكي الجمله دي حضرتك اللي قلت لسبب السكريات وكل حاجه والحلو والكلام ده كله. ما هو برضه بنسب، معلش دخلت على التورته يا استاذ. لا لازم برضه بنسب، يبقى في بالانس، يعني الدنيا كلها فيها بالانس. اوكي لازم انوع في الاكل خلاص، كل ما يكون طبيعي طبعا كل ما يكون احسن. تمام. اكل بمواعيد ثابته. دي نقطه فعلا مهمه. صح تمام. ليه؟ عشان اعود الجسم ان هو انت الساعه الفلانيه هتفطر، الساعه الفلانيه هتتغدى، الساعه يعني الجسم ما يحتارش معايا. الاجانب فعلا بيعملوا كده، يمكن عشان كده هم مش بيزيدوا في الوزن يعني مقارنه بينا لحد ما. بالظبط. موضوع النوم برضو، انا ما ينفعش ان انا انام مثلا مره 12، مره واحده، مره انام الساعه 8، مره يعني لازم نحاول نظبط النوم برضو. تمام. يعني احط جسمي على سيستم معين عشان يتعود عليه. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه للتمرين، لازم ابدا واحده واحده معاه، بمعنى ان انا مثلا ما ينفعش ان انا اجي او من داخل شايل مثلا 50 كيلو مثلا، لا انا ابدا بخمسه شويه، ابدا بعمل ادابتيشن، اعمل تكيف للجسم، ابدا بخمسه وبعد كده ابدا ب10، ابدا على حسب. ما ينفعش ان انا مثلا يعني اخش انا عايز اعمل بالك العضله او اكبر العضله فانزل اديها بوزن تقيل، يعني اديها وزن تقيل فهتتعب وهقعد. يعني تمام. ممكن الواحد يتصاب كمان في الحاله دي. ما اكيد. طب بالمناسبه كابتن احمد، هل في رياضات معينه بتحتاج او بتستدعي تاهيل بدني اكتر من رياضات ثانيه؟ هل دي مرتبطه بحجم العنف اللي في الرياضه، حجم الاحتكاكات، حجم الجري، ولا التاهيل البدني بيبقى واحد في كل الرياضات؟ هقول لحضرتك على حاجه، الفرق في اي رياضه، الفرق بيني وبين لعيب تاني تمام الفتنس. يعني الفرق بين ان انا ادي بطريقه قويه بيني وبين لعيب تاني هو الفتنس. لا غير، مش فنيات. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن الكاراتيه، كل الناس بتعرف تضرب بايديها ورجليها، بس الضربه دي سريعه ولا بطيئه ولا قويه ولا ضعيفه ولا، فكل ده فيتنس. بالنسبه للناس اللي مش رياضيين تمام، نفس الكلام، الايفورت اليومي بتاعي تمام، هل انا بقدر اعمل ايفورت قد ايه، بقدر اقف قد ايه، ساعه، ساعتين، ثلاثه؟ في ناس بتقدر ما بتستحملش 10 دقايق وتقول لك عايز اقعد. حضرتك فاهم؟ في موضوع التخن اللي هو الوزن الزايد والكلام من ده، في ناس تخينه جدا وعضلاتها شايلاها. صح. تمام؟ وبتقدر تعمل ايفورت احسن مني. صح كده؟ وفي ناس ارفع مني وما بتقدرش، وهي نايمه حتى جسمها بيوجعها. صح. تلاقي كتفها واجعها، ينام على كتفه وكتفه. ده راجع بقى للفتنس؟ طبعا. الفتنس على قوة العضلة، ما العضلة شايلة ولا لا؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. طيب، على كل حال الوقت للأسف بيجري، بس نورتنا كابتن أحمد واستفدنا من معلومات حضرتك، شكرا ليك. نشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لنا نطلع فاصل ثم عودة مرة ثانية 10 الصبح في الأهلي، اتفضل.